السلام عليكم. بحسبة مؤلمة فقد العراق أكثر من 250 مليار دولار من مجموع موازناته منذ عام 2003، والتي تقدر بأكثر من تريليون دولار. والفساد المالي والإداري مظلة هذه الخسائر الكبيرة. بضياع هذه المبالغ ضاعت معها فرص ضياع أساسا سببه غياب المنهجية، وأن هذه الأموال المفقودة كانت تكفي لبناء أعظم المدن في الشرق الأوسط بعد كل هذه الفرص المهدورة أو ربما المسروقة. نسأل بجدية في العاشرة، إلى أين يتجه الاقتصاد العراقي وهو محمل بأعباء المديونية والعجز؟ وإلى متى سيطول غياب الاستثمار؟ وأين تكمن فرص إنعاش الاقتصاد القطاع الخاص وتشغيل الشباب؟ ومتى يمكن أن تحدث ثورة اقتصادية عراقية؟ كل هذا وأكثر سنناقشه هذه الليلة في العاشرة، ولكن بعد التقرير. بين الاستثمار الوهمي والحقيقي أربعة أصابع، هي مسافة ما بين السماع والرؤية وما بين الخيال والواقع. بهذا المدخل يمكن فهم تخبط قطاع الاستثمار في العراق، بين أن يكون قطاعا حقيقيا فاعلا من شحم ولحم، وبين أن يكون قطاعا ميتا له وجود على الورق فقط، تماما مثل القانون رقم 13 الذي يفترض أن ينظمه، بينما هو قانون ميت وجامد. كان القانون قد صدر عام 2006 وضم بنودا مهمة لتشجيع المستثمرين على العمل في العراق من خلال إعفاءات جمركية وضريبية وتسهيل الحصول على الرخص الاستثمارية والأراضي، لكن شيئا من هذا لم يحدث على أرض الواقع لأسباب عديدة، من بينها غياب التشريعات التي تحمي المستثمرين وتردي النظام المصرفي وانقطاعه عن العالم، فضلاً عن أن أغلب الوزارات العراقية عمدت منذ تشريع القانون إلى افتتاح أقسام تعنى بالاستثمار من أجل عدم منح هيئات الاستثمار فرصة للاستحواذ على عمليات جلب المستثمرين، ما يعني سحب البساط من وزاراتهم. نعم، الدولة العراقية لم تحسن إدارة هذا الملف بسبب الفساد الذي ينخر مؤسساتها وعدم وجود خطط استراتيجية لدعم القطاع الخاص، خصوصاً أن الدولة اليوم تمر بأزمة مالية خانقة. لماذا لا تعمد الحكومة مثلاً إلى تقديم ميناء الفاو للاستثمار كما فعلت مصر في قناة السويس الثانية أو إثيوبيا في سد النهضة؟ ما الذي يمنع الدولة من أن تتخفف من هذا العبء الثقيل وتكليف المستثمرين المحليين والخارجيين بالمشاريع الوطنية الكبرى؟ سؤال تجيب عنه الفكرة آنفة الذكر. الاستثمار في العراق خيال ينشط على الورق فقط، أقرب ما يكون إلى رواية رومانسية تقرأ لتسجية الوقت. الاستثمار وهم نسمع به ولا نراه، وبين السمع والرؤية مجرد أربعة أصابع. نحن نريد أن نرى، بينما هم يريدوننا أن نسمع فقط. هل وصلت الفكرة؟ أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، نرحب بضيوفنا الأكارم، السيد يحيى العيثاوي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. مرحبا بك سيد يحيى. والسيد إبراهيم المسعود البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي. مرحبا بك سيد إبراهيم. ومن بابل ينضم إلينا السيد فلاح الخفاجي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. مرحبا بك سيد فلاح. سؤالي للسيد يحيى، مبالغ هائلة جدا دخلت العراق منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة، حتى سمعنا أو وصل إلى أسمعنا أنه أكثر من 250 مليار دولار ضاعت بشتى الوسائل. السؤال المهم اللي يسأله كل مواطن عراق قبل أن نتحدث عن أي شيء، أنت كنائب في البرلمان وكمختص وقريب على هذه الحالة، وين راح ذلك 250 مليار دولار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهدين الكرام ولضيفك الكرام. عندما أي شخص أو أي مسؤول أو أي قيادة دولة لا تعتمد على استراتيجية حقيقية في بناء البلد أو استراتيجية لها فترة يعني زمنية، خطط زمنية بحيث تستطيع إدراج المشاريع وإدراج خطة مهمة لماذا تريد،
نرى أن العراق اعتمد على النفط كمورد أساسي منذ بداية السقوط ولحد الآن. عندما يعني جاء الاحتلال إلى العراق، ترى أن القيادة السياسية والقيادة التنفيذية اعتمدت فقط على النفط، تبيع النفط. بسبب الاحتلال أو بسبب سوء الإدارة؟ بسبب سوء الإدارة وبسبب الاحتلال. الاحتلال قال لنا بيعوا نفط وش اسمه لا تستثمرون. نعم، وذلك وذلك وذلك. نعم بس تسمح لي خلي أكمل. تفضل. كل الدول المجاورة وبما فيها التي احتلت العراق لا تريد أن تكون هنالك صناعة في العراق وزراعة في العراق وأي. وليش نقاد للدول المجاورة إحنا؟ هنالك تأثيرات كثيرة على اللي قادوا العراق، ودول مجاورة كثيرة أدت هذا الاتجاه. بحيث هنا اتفقنا إذن بحيث إدارة العراق بعد 2003 انقاد لدول مجاورة ودول أجنبية، بحيث قام العراق بأنه سوق فقط لتوريد البضائع وليس سوق لإنتاج البضائع ولقيام الصناعة، حيث يعني ترى أنه الصناعة العراقية كانت قبل عام 2003 هنالك في بعض الفقرات موجود كفاية سد حاجة البلد من كثير من الصناعات. إضافة إلى ذلك كانت عندنا دوائر كثيرة، دوائر موجودة الآن هي كانت يعني نصيح لها يعني الدوائر التي تمويل مركزي، يعني تمويل ذاتي بحيث مول نفسها، الآن صارت تمويل مركزي قامت تأخذ من الدولة. يعني ألم تكن هذه المؤسسات ناجحة في ظل الاقتصاد الاشتراكي اللي كنا نتبعه؟ كانت أفضل من هاي الوضعية، يعني لو تيجي عليها تقارن بين ذاك الفترة اللي كانت فيها هذه الدوائر، نفس الدوائر الموجودة في تلك الفترة نفسها موجودة في هالفترة، ترى أنه في تلك الفترة كانت تمول ذاتيا، يعني هي تمول رواتب موظفيها وأيضا يزيد قسم من المدخولات ما تذهب للموازنة الاتحادية. الآن هي قامت تسحب من الموازنة الاتحادية وتعطي لموظفيها، يعني هذا الجاب الكبير هو هذا أساس سقوط الاقتصاد العراقي. النقطة الأخرى لو تجي إلى الصناعة العراقية تشوف كل الدول، يعني عندما نريد احنا نسوي أي مصنع، واللحظة خلينا نكون قريبين على الساحة، هنالك روتين قاتل اللي يريد يسوي مصنع بالعراق. يعني احنا القانون الموجود عندنا، قانون سواء في الصناعة العراقية سواء في الاستثمار، قوانين مهمة جدا، ولكن تطبيق القانون من قبل الموجودين الآن في السلطة التنفيذية لا يريدون أن تكون هنالك صناعة في العراق، يعرقلونها. ليش؟ لأنه أنت تعرف الصناعة يقودها دائما أشخاص، يعني قطاع خاص، القطاع الخاص دائما يخاف على رؤوس الأموال مالته ويكون دائما حريص، بينما الدولة للساعة بثلاثة وتنتهي كل الأمور، وشوف الموظف دائما يحارب القطاع الخاص، يعتبر القطاع الخاص عدو له. خلينا أسأل القطاع الخاص السيد إبراهيم. نعم. أرحب بك مرة أخرى. هل فعلا القطاع الخاص محارب؟ يعني هنالك رأيان، هنالك من يقول أن القطاع الخاص العراقي محارب، الرأي الآخر يقول لا، القطاع الخاص العراقي متخبط وعشوائي. نعم. أي الرأيين أدق؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه المنتجبين. نعزيكم ونعزي أنفسنا بذكرى 40 استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. شكرا لقناة العراقية المبقرة على اهتمامها بهذا الجانب الاقتصادي، وشكرا لجنابك وبرنامجك، وتحية طيبة لضيوفك والمواطنين الكرام. الحقيقة رأيا صحيحة، حتى نكون واقعيين، نعم القطاع الخاص لغاية الآن ما ماخذ دوره بسبب بسيط، وهو أنه البيئة الاستثمارية غير جاذبة، بيئة طاردة، ما زال يوجد الروتين، ما زال يوجد طبعا منذ 2003 ولغاية الآن. وبالتالي الإدارة الغير رشيدة، أيضا جواب على سؤالك قناعتي، هي اللي أدت إلى هذا المكان، إلى ما وصلنا إليه الآن. ما معقولة أنه نجي الآن نحاسب الموت، تعال أنت الآن ليش وصلنا للجانب؟ لا، 17 سنة الكل ساهم، الوزارات القطاعية، أتكلم اقتصادية القطاعية، الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وما إلى ذلك، والهيئات زين، وأيضا مجموعة مئات من المدراء العامين، منظومة كاملة، أكو خطأ بالإدارة. عندنا مشكلتين إدارة. كنا نعول عليكم على القطاع الخاص، كنا نعول بعد التغيير. نعم. أن هنالك يعني والاقتصاد المفتوح الذي بشر به النظام العراقي الجديد، بأن القطاع الخاص سيأخذ دوره. نعم.
شفنا القطاع الخاص عبارة عن مشاريع هامشية في أغلبها. يعني القطاع الخاص العراقي من غير المعقول، قطاع خاص أي بلد من غير المعقول بس مولات يعني يبني لي. يعني هذا القطاع الخاص اللي نعول عليه. صحيح استاذ كريم، قد اختلف وياك. فضل. انت تشوف المولات كثيره. نعم المول ما مو هو الهدف الاسمى والافضل بالاقتصاد، لان ده يجيب مواد تجاره استيراد وده تنباع، بدل شغل اولادنا عدا يبيعون ويشترون. الحقيقه هي الصناعه والزراعه والمشاريع السكنيه والمشاريع اللي تشغل اولادنا، هي هاي المشاريع المعول بها واللي نظت الامم بها. صحيح. يعني فعلا الزراعه بالدرجه الاولى، والصناعه والصناعه التحويليه على وجه الخصوص، وكذلك السكن، وايضا مشاريع الطاقه بعيدة المدى. سوء الإدارة هو الذي منعكم من أنه هاي المنظومة، شنو هاي المنظومة؟ سوء الإدارة، سوء إدارة لو فسادها، شنو المشكلة؟ يعني ميكس، يعني سوء إدارة وفساد وعدم وجود رغبة وعدم وجود يعني إرادة حقيقية لخلق بيئة للاستثمار. أنا أسألك أستاذ كريم، جنابك أو أي من الأخوة المواطنين يروح عنده معاملة بسيطة، جيب لي وخذ عتابة. يعني احنا نروح ندفع ضرائب او ندفع تليفون او ندفع، يجي المحامي يقول دفعت هالقد وباقي هالقد ورادوا هالقد، ده نروح ده ندفع مبالغ احنا وغيرنا. يعني صار موضوع الفساد بالذات الدرجات اللي هي يعني اقل من الوسطى للاسف موجوده، لكن الروتين والبيروقراطيه والتاخير وروح تعال باكر، وكانه يعني وبالذات القطاع الخاص المواطنين بسرعه عامه يعانون من القطاع الخاص، وهذه مو اليوم، هذه من 2003 ولغاية الآن يضحكين أنه يجب معالجتها. والأخوة القادرة الاقتصاديين وحتى السياسيين نادوا بمعالجتها، نادوا بدعم القطاع الخاص، لكن الدعم الحقيقي وين؟ الانفتاح يكون على قد الدعم أولا. ثانيا في كل بلدان العالم أكو عندنا تجارب موجودة حتى توصل إلى الانتعاش الاقتصادي والازدهار اللي هو الهدف المنشود في كل بلد، يجب أن تكون هنالك سلسلة، ما يصير واحدة قبل الثانية. اولا الاستقرار السياسي. ثانيا راح يؤدي الى الاستتباب الامني، ذني مجموعات مع اداره رشيده راح يؤدي الى انتعاش اقتصادي ومن ثم ازدهار في الخدمات وفي الاقتصاد والجانب المالي. انا اسالك من 2003 لحد الان كم فتره كان بها الاستتباب، استقرار السياسي والاستتباب الامني؟ يعني أنا ما أريد أتكلم عن الجانب السياسي، ولكن مربوط الاقتصاد مع الأمن ومع السياسة مثل ما تعرف جناب. جيد، خلي أحول سؤال حضرتك أو إجابتك إلى السيد فلاح الخفاجي من باب السيد فلاح. يعني منذ سنين عديدة نتحدث عن محاربة الفساد، هسه السيد إبراهيم المسعود البغدادي يقول لك إحنا نحتاج استقرار سياسي، استقرار أمني، وفوقها فساد إداري ينخر يعني أطناب هذه الدولة. طيب شو وقت راح تنحل الأزمة؟ نتحدث من 2003 لحد هاي اللحظة عن استثمار وعن إعطاء الفرصة للاستثمار، جينا بال 2020 شهر التاسع الدولة ما عندها رواتب تطل موظفيها. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لضيوفك الكرام وتحية لكل المشاهدين. بالتأكيد كل إدارات الدولة اللي تعاقبت بعد 2003 ولغاية هذا اليوم هي إدارات أزمة، سرعان ما تختلق أزمات في داخل العراق والشعب العراقي، والحكومة من ثم تبدأ بحلول هذه الأزمة. لحد هذه اللحظة لم تكن الدولة جادة في إيجاد طرق صحيحة وطرق بديلة عن النفط. أنا أتمنى من الله أنه النفط ينتهي بالعراق وينتهي أو ينتهي سعره بالعالم. قول الله سعره. لغرض أنه حتى العراق يا أخي ينتبه، حتى ينتبه للصناعة مالته. دولتك قائمة على النفط ظلون يجدي، والقرآن ظلون يجدون، ينتبه للاستثمار، والله ظلون يجدون، دولة ظل تجدي. العالم عايش على النفط، ما عايش على النفط. ما حد ما عندنا أي فكرة لبديل النفط، عبارة عن كلام وهواء في شبك. ظل الدولة جدي إذا ماكو نفط. هسه إذا النفط وقف منا 20-30 سنة، إذا النفط ماكو لغة، ما تعرف الدولة وين رايحة. الدولة وين رايحة؟ الدولة الآن في عمق الهاوية الآن. العراق إذا ما
رئيس الوزراء ووزير المالية إذا ما تحركوا على المنافذ الحدودية، على موضوع الفساد، على موضوع تهريب النفط، على موضوع مزاد العملة، كل هذه الأمور إذا ما تحركوا عليها سريع، لا العراق راح بلد يفلس، لأنه إحنا نحتاج الشسم الموجود، الصرف اللي موجود عندنا بالعراق أكثر من الإيرادات، وأكثر الموازنة التشغيلية أكثر من الاستثمارية، وهذه مشكلة بحد ذاتها مشكلة. لذلك على الحكومة أنه تسارع بهذه اللي أنا تحدثت بهن هس قبل قليل زين. وأعتقد المفروض الدولة تتجه للقطاع الخاص وللمعامل الصغيرة والمعامل المتوسطة والمعامل الكبيرة، يجب أن تعطي قروض للأخوة الصناعيين بدون فوائد لغرض معالجة البطالة، لغرض دورة اقتصادية تكون داخل العراق ما تخرج خارج العراق. ليش أنا اليوم كل شيء إلا أستارده من الخارج، أجيبه من الخارج؟ أنا هاي المصانع اللي موجودة بالخارج أجيبها هنا، أخليها هنا وأشغل، هم أنا مشغل أيدي عاملة زي. وهم إنتاج محلي، وكذلك أنا عدم خروج هاي العملة الصعبة إلى خارج العراق جي. أنا أعتقد الحل بسيط وموجود إذا كانت إرادة حقيقية لدى الحكومة ولدى رئيس الحكومة. جيد سيد فلاح، ما دقة ما يقال أن ضياع فرص الاستثمار بسبب الهيئات الاقتصادية التابعة للأحزاب لأنها تسيطر على هذا الملف، وخصوصا الأراضي المستثمرة أو الأراضي المهيئة للاستثمار كلها تقع تحت يد هذه الهيئات وهذه الأحزاب، كم مدى دقة هذا الأمر؟ أخي هي مشكلة العراق مشكلة الهيئات الاقتصادية. يعني اليوم أكو موجودة هيئات اقتصادية وكل واحد يقول له يا با أنت رحت للهيئة الاقتصادية، تكلمت ويا الهيئة الاقتصادية، طبوا عليك الهيئة الاقتصادية، سولفوا وياك، رحت يمهم، اجي يمك، جاب، قعد، مشى، صعد. هذه مو إدارة مع البلد. للأمانة نحن أخفقنا كل السياسيين بدون استثناء، لا سنة ولا كرد ولا شيعة، كل السياسيين الآن أخفقوا في إدارة البلد. لذلك عليهم أن يتداركوا هذه الفرصة الأخيرة، وأعتقد أن هذا الشنص الأخير للعملية السياسية برمتها بالعراق، وإلا العراق وين ذاهب؟ وين ذاهب؟ ذاهب إلى الإفلاس. يعني أنا اللي أتمنى أنه على كل من يسمع هذا صوتنا سواء من الحكومة أو من الأخوة في هيئة الاستثمار، الاستثمار هي وحدها يرادلها صولة عليها هيئة الاستثمار. هسه جابوا شو اسمه رئيسة هيئة الاستثمار، أنا ذاك اليوم جيت أريد أدخل للباب من للهيئة وإذا أشوف جهاز المخابرات متحول من جهاز المخابرات إلى هيئة الاستثمار. يا أخي أكو مستثمر يجي من خارج العراق ويرى ويشوف هذا الوضع ويشوف هذا ويدخل هيئة الاستثمار؟ والله دور سيارتي وخليته ورجعت، أنا مواطن وأنا عضو لجنة اقتصاد واستثمار يعني ما تحملت هذا الموضوع بسبب الحماية. فبالتالي يا أخي الكريم يحتاج لنا إلى وقفة جميعا وتتضافر جهودنا وما نرمي الكرة على واحد على الثاني، كل احنا مسؤولين اليوم جي. رئيس الحكومة، الوزراء، رئيس الجمهورية، البرلمان، أعضاء مجلس النواب، رئيس مجلس النواب، القادة اللي موجودين، رؤساء الكتل، كل احنا مسؤولين، بس ولكن هذه المسؤوليات تكون مثلا على رئيس الوزراء كذا وعلى رئيس البرلمان كذا وعلى الوزير كذا على عضو جي. مجلس النواب كذا. فبالتالي نحن اليوم ما نريد نرمي التهم على أي جهة من الجهات، ولكن لابد أن تتوحد وتتضافر جهودنا بيناتنا من أجل الخروج من هذه الأزمة اللي اليوم العراق موجود بها، أزمة الرواتب. يعني معقولة احنا بلد نفطي، بلد زراعي، بلد تجاري، بلد مطل على العالم كله ونافذ العالم كله، ميناء مبارك يا أخي ليش ما يبنونه؟ ليش ما ليش؟ لأنه أكو هنالك وراء دول سيد فلاح خلت حول بالسؤال. أنا أشكرك، خلت حول بالسؤال إلى سيد يحيى العيثا. وسيد يحيى، معقولة بلد نفطي، بلد زراعي، بلد مدري شنو مفلس؟ مفلس من يتحمل المسؤولية هسه؟ من يقول يعني شفت المخابرات متحولة؟ نعم. هسه المخابرات متحولة إذا كانت تحمي أو تسيطر على بعض المنافذ داخل هي هاي مشكلتنا بزيادة الحماية داخل
هيئه الاستثمار، لو مشكله الهيئات الاقتصاديه اللي تسيطر، وضعف الدوله اللي ما تقدر توقف هذه الهيئات عد حدها. نعم. ايش قد التدخل السياسي اضعف الاستثمار بالعراق؟ نعم، بس انا عندي فقره قبل ما ندخل بسؤالك. احنا منذ التغيير، حيث الدستور يقول كل 4 سنين برلمان يتغير وحكومه تتغير. زين. من تجي الحكومه الجديده تفلش كل عمل الحكومه اللي قبلها، يعني 4 سنوات تجي وزير يفلش الوزاره من بدايتها لنهايتها، من مدرائها وينقل بكيفه ويودي بكيفه ويسحب صلاحيات من الكل. يسحب صلاحيات مدير عام، يسحب صلاحيات الوكيل. احنا عندنا الوكيل بالوزاره عنده صلاحيات، ما عنده صلاحيات. الصلاحيات كلها مرتبطه بالوزير، ومن يجي الوزاره راح يغير كل خطه الوزاره. يعني شوف مثلا وزير مال هاي الدوره عنده، يعني حتى ذيك الدوره قبل خاف باني له في الشغله، يجي يفلش البناء مال ذيك الوزاره. موجوده بكل انتاجات هالسلامه، موجوده الامثله. مثلا اعطيني مثل واحد حتى يصير عندنا مثل واحد. روح لي على محافظه من المحافظات تلقي موجود بيها 50 مشروع. هاي ال50 مشروع كلها مشاريع بس بادي بيها، مجرد هسه هو بدا بيها، سوى مشروع جديد اخر، ما مشى المشروع القبل المحافظ القبل. زين. سوى مشروع جديد وعاف المشروع ذاك القديم، وسوى له مشاريع متلكئه. التنافس السياسي، سوء الاداره، الفساد. هسه انت كم مشروع عندنا موجوده بالما لحد الان بعدهن ما كاملات؟ الاف المشاريع. الاف. ليش ما كمل المشروع مال الحكومه اللي قبلها؟ ليش انا اسوي مشروع جديد واترك المشروع مال الحكومه القبلها؟ السابقه كان عندها قرار او حتى ضمن المنهاج الحكومي اكمال المشاريع المتلكئه، وسعوا لاكمالها وهم ما مشت. ليش؟ لانه ما اي حكومه تجي ما تريد تكمل الحكومه اللي قبلها ومشاريع الحكومه اللي قبلها. كل من يقول انا اللي راح اسوي الامور، وبالتالي تشوفه يفشل لانه ما جاء على خطه معينه. احنا ما تمشي العراق، ما يمشي اذا ما تصير خطه طويله الامد، بحيث صلاحيه الوزير تحدد، صلاحية الوزير لا يكون مطلقة بالوزارة، وبالتالي يجي عنده خطة يمشي عليها. هسه هاي الدول أمريكا وغير الدول مو كل 4 سنين يتغيرون، بس عجب الوزير أو رئيس الوزراء اللي يجي أو رئيس الحكومة يغير خطة الدولة؟ لا، يمشي على نفس المنهاج، يضيف إلى يعدل عليه، بس مو يفلشه. احنا عندنا يلزمون معول يفلشه من أعلى السلطة إلى أقل سلطة، بحيث تجي الوزارة تلقيها مهدمة. أستاذ يحيى خلي أسألك، الله يخليك، وأنا جربت هذا الشيء وشفته. ما يخالف دخل أسألك، الله يخليك. هسه أنا أتفق معك، لو كانت هنالك خطة 5 سنين 10 سنين ل20 سنة 30 والكل تمشي عليها أي شيء، ولكن تجي حكومة. هسه أنا جيت حكومة جديدة وأشوف إحدى الوزارات مسويت لي 20 مشروع أو 30 مشروع، هن كلهن بيهن ضاربهن الفساد الإداري، موزعة لهيئات اقتصادية، موزعة لأحزاب، موزعة لشخصيات، وجزء منها للوزير وزبانيته. يقدر ان الحكومة اللي وراها شكمل. لا هسه راح نعطيك مثال. شكمل. اكو مشاريع 90% منجزة ومتروكة. روح هسه انا اجيب باكر اوديك وزارة التخطيط اجيب لك المشاريع اللي 90% كاملة، مستشفيات كاملة حتى الاجهزة بها، وتركها يجي واحد يقول لك ليش سواها فلان، انا ما اقبل اكملها. وشوف هاي كلها موجودة والمشاريع موجودة، وهاي القضية احنا ناظرين بها. يعني انا سؤالك تقول لوين راحت هاي الاموال؟ ليش انهدرت هاي الاموال؟ هاي السؤال الاول. هسه نعم. تحولت على الهيئات الاقتصاديه والسياسيين. الهيئات الاقتصاديه موجوده، وكل من يقول لك التأثير السياسي على الـ على الـ على الـ على الاستثمار، ايش قد خرب من الاستثمار؟ الاستثمار بالعراق ما يصير. اولا بشرك الله بالخير. انا اقول لك، اولا القائمين على الاستثمار بالعراق غير كفؤين قاطبه، وكلهم ينظرون الى مصالحهم الاوليه قبل ما ينظر الى مصلحه البلد. يعني هسه لو تجي بغداد صارت عشوائيه. بغداد تكون عشوائيه، احد اجى قال يابا انا اريد اسوي في مكان معين. هسه احنا عندنا مطار بغداد 100,000 دونم. 100,000 دونم عليها معارك، كل من يريد ياخذ الى وصله. يعني جوي قالوا خلينا نسوي هذا المكان فعاليه بغداد جديده بكل تفاصيلها. كل دائره تريد تاخذ لها وصله، وتعرف انت من تتقسم ما راح يكون هنالك تخطيط استراتيجي بالدائرة. صحيح. دوائر تريد شو تسوي؟ دوائر وزارات، مثلا عندك وزاره الداخليه تريد مجمع لها، وفلان وزاره تريد، وهاي المجمعات تاخذوها شركات مختلفه، مو تجي شركه واحده تسوي لنا تصميم تام لهاي المنطقه. زين. بحيث ممكن يسوي شيء. الاستثمار بالعراق يحتاج لقرار، قرار قوي. يحتاج لناس يطبقون القانون اللي احنا تعبنا عليه، قانون الاستثمار المعدل. يعني القانون كلش من احسن القوانين الموجوده في المنطقه، ولكن تطبيقه النافذه الواحده.
احنا مو قلنا نريد نافذه واحده موجوده بحيث يجي المستثمر ما يفتر على الدوائر. السيد العزيز اقول لك شغله واحده، اول ما ينزل المستثمر من المطار الى ان يصل الى الفندق هو يبتز. من يجي الى دائره الاستثمار سواء باستثمار الوطنيه الرئيسي او سواء باستثمار المحافظات، احنا قلنا يا اخوان يا رئيس هيئه الاستثمار يا الهيئات الفرعيه خلوا نافذه واحده بحيث المستثمر يجي يومكم موجود ابو الاثار، موجود ابو الصناعه، موجود ابو الزراعه، وتطول معامله منهم. خل اسال السيد، ليش تخلوه يفتر السيد البغدادي يشاطرني هذا الراي؟ ولا كم دائره يطوب حتى في سبيل يحصل على اجازه استثماريه؟ خلوا لكم النافذه الواحده في هذا الاستثمار، وخلوا قانون 13 لسنه 2006 يعني قانون الاستثمار خدمكم عدل ميت هذا القانون. شكرا استاذ كريم، اريد ما عندك عداله بالوقت اذا تسمح. هم نواب سنه وشعر اخذونا فلاح ملاشه. الاخ قام يحكي علينا يعني وانا قاعد وديك على القطار ديدعم. اشكره وايضا استاذ الخفاجي جزاه الله خير. اول شيء فيما يخص الاستثمار، يعني قلت لك استاذ كريم والاخوه ايدوني انه احنا عندنا مشكله بالبيئه غير جاذبه، بيئة طاردة للاستثمار. أكو عبارة أنا ذاكرها أيضاً برنامج أكثر من مرة، يعجبني أقولها للجمهور الكريم مرة ثانية، عبارة من آلاف السنين قالت سومرين، قالوا رأس المال لا يحط إلا عند الماء والأمان والكلاء. الآن الماء يعني الأرباح، الأمان هو الأمان والضمانات والاستتباب الأمني، والكلاء اللي هو التشريعات القانونية اللي يتغذى بها. قانون الاستثمار استاذ يحيى قال انه من افضل القوانين، والله صحيح بس على الورق. اهم فقره اللي ايضا قايلها واني يوم اللي التقينا بالاخ رئيس الوزراء كانت هاي فقره مهمه في حديثي عندما استضاف مجموعه وهي تنحسب الى مجموعه كبيره من رجال الاعمال، قلت له انه قانون الاستثمار او هيئه الاستثمار اهم شيء افرغت منه العمود الاساسي وهو اللي هو النافذه الواحده. رحنا مو عندكم مسوى بهيئه الاستثمار النافذة الواحدة؟ ماكو، موجوده بس على الورق. يعني ليش على الورق؟ مو خلوا لها موظف مدير درجه مدير عام او كذا؟ العفو يحتاج من كل دوائر الدوله موجودين. نعم اذا تسمح لي. ها يعني رحنا لكل العالم مع سفرات حكوميه مع رؤساء الوزراء للسعوديه ومصر. انا هسه جايك بالسؤال هذا اللي بعده، انه ما اريد اقطع الفكره، يعني النافذه الواحده تسمح لي حتى الجمهور الكريم يعرفها. النافذه الواحده انه يروح يقدم المستثمر بنفس اليوم تطلع الموافقه، تقدم بثمانية الصبح بالوحده يستلمها، ثاني يوم ثالث يوم هم. ليش العالم هاي بصفه كردستان؟ بالضبط كردستان. القانون قال 15 يوم، صدقني اكو اجازات استثمار جيب لي وخذ عتابه 6 اشهر وسنه تتاخر. زين هو يضرب ابو النافذه الواحده بالاستثمار يدري اكو دول وانت قاعد ببيتك تاسس شركه طبعا اونلاين طبعا شركه استثماريه 100% قبل كورونا قبل اي شيء. يعني يجي مدير عام ياخذ صلاحيه وزير في الاستثمار فقط، الوزير يعطي الصلاحيه المدير عام يسميه دوام بالهيئه الوطنيه للاستثمار ممثل عن وزاره الصناعه والسياحه والتجاره والنقل والبيئه وما الى والكهرباء. من تجي المعامله تفتر على يباوحها، بس قبل ما يستلموا المعامله يشيكوها مضبوطه مضبوطه، ما مضبوطه روح جيب لنا النواقص. من استلم المعامله خلاص المفروض تنتهي بنفس اليوم وثاني يوم. ليش؟ لان تجي هو الاستثمار اهم شيء في ثلاث جهات استاذ كريم. اولا الجهه القطاعيه ذات العلاقه، اللي يسوي مصنع لازم ياخذ موافقه وزاره الصناعه، اللي يسوي فندق موافقه وزاره السياحه، اللي يسوي مشروع زراعي موافقه وزاره الزراعه، وثم هيئه الاستثمار اللي دائما ترحب بالاجازات لان هذا عمله، والجهه المالكه الارض. هذول الثلاث جهات، واكو اشياء ثانويه اللي هي الخدمات مثل البيئه مثل الكهرباء مثل المي امانه بغداد وهكذا، هذول ما موجودين بهيئات الاستثمار. فاي نافذه واحده نتكلم عليها؟ ماكو شيء اسمه نافذه واحده. اذا افرغ من محتوى العيب وين؟ بالوزارات لو بهيئه الاستثمار لو بالحكومات السابقه، بالمنظومه كامله. بالمنظومه كامله سيد ابراهيم خليني اتحدث وياك بصراحه. نعم بصراحه نعم. كل الحكومات السابقه وانت موجود ترجل اعمال يعطيك الصحه والعافيه مع باقي زملائك، يعني دائما تتحدثون كل حكومه تجي تتحدث عن دعم القطاع الخاص والاستثمار وكذا، وترحون وياهم في بعض رؤساء الوزارة أخذوكم وياهم سفرات ووزراء أيضا ورحتوا وتناقشتوا مع نظرائكم باقي دول العالم على أساس تحتكون مع تجارب أخرى حتى نجيبهم نقنعهم يجون حتى تجيبوهم يأخذوكم. المهم فتش نعم النتيجة مال كل هذا صفر. البيئة طاردة،
البيئة طاردة، بدنا نروح ونشرح لهم هيك الوضع. أحيانا يدزون مندوبيهم يجون يريدون يسجلون شركات، يجون أول ما يصطدم يقول لا وين بعد انت وين، ده يشوف نفسه بلده 2% ياخذ الفوائد، 75% من قيمة المشروع ياخذ قروض ب 2%، سنتين ثلاثة إلى أن يبدي المشروع، ورا ما يبدي المشروع سنتين يلا يبدي 15 سنة تسديد. الراماتيريال يعطوا عليه إعفاء على الجمارك، ما اقدر احكي لك ببرنامج واحد، موجوده هناك تسهيلات كبيره. ليش يجي العراق؟ احنا نجي العراق مجبورين، هذا بلدنا وخيرنا من هذا البلد، ونريد اولادنا وابنائنا نقيم لهم فشي، لكن صدقني مكبلين. واحنا الحقيقه جنابك يعني ما كملت من قلت لي على المولات، مو فقط مولات، نعم اكو مولات، لكن اكو الان من تطلع مصانع، لكن المصانع ما تشوفها داخل المدن، باطراف المدن عاده، وايضا الزراعه وغيرها اقل من اللازم واقل من الموج. نعم المشاريع السكنيه شوف بس بغداد احنا شويه حالمين نبحث عن انه القطاع الخاص ياخذ دوره من الدوله. صحيح الدوله روتينيه، الدوله ينخرها الفساد. صحيح. الدوله تكتفها الاحزاب، المصالح السياسيه، القطاع الخاص يبحث عن الربح والجوده بالانتاج. يعني ندور القطاع الخاص انه يشتغل، ندور القطاع الخاص انه ياخذ دوره، مو القطاع الخاص يتراجع تقول لي يعني هذا بيئه طارده. يعني شنو البيئه الطارده؟ الامن مو زين، تسهيلات امنيه ماكو. استاذ كريم ما يحموكم الدوله، ما تحميكم؟ يعني ايش تقصد تحمينا؟ يعني انتم ما محميين، يعني من يعني من تروح الكل اي واحد يجي ياخذ منك باي مكان تخاف من هذه قطعه الارض تروح لها تستثمرها، وهذا المعمل تخاف اكو جهه سياسيه تنافسك بها، هي ايش تريد تقول؟ لا استاذ كريم، اكو روتين واكو بيروقراطيه واكو ابتزاز، انا من قلت لك في البدايه ميكس مشكل، اضافه الاداره الغير رشيده، كل شيء يعني المحاصصه. ليش المحاصصه؟ من يجيك شخص عمره ما مشتغل بالاقتصاد، من مو الان، الان الاختيارات بصراحه خاصه الاخيره ناس مهنيين ونعطيهم فرصه، وحتى التاخير اللي قال عليه موجود فعلا بهيئه الاستثمار او غيره. شنو استاذ يحيى كان عنده ملاحظه يمكن؟ اي انا قبل 3-4 ايام احد الزملاء اللي بنى مصنع هنا بالعراق، يعني اول واحد يصنع يبني مصنع في المدينه الصناعيه مال بغداد، زين راح لهيئه الاستثمار يريد يجيب 10 خبراء حتى يشدون المصنع على القمر الصناعي ويرتبط بالدولة اللي انطت الأجهزة. كلام سليم. دخل للهيئة طلع له واحد موظف قال له انت ايش جايب، ايش عندك هنا جاي، ويعني بكلام خشن جدا، وطلع طرده من الهيئة، وهذا من المستثمرين الكبار بالبلد. صدق؟ وأمانة يعني هذا، وأنا رحت للهيئة وقلت له يابا ما يصير، من راح يطبع عند الهيئة إذا هيك تي عندك هيك موظف؟ خلي أسأل أستاذ فلاح، انت قلت اريد تدخل للهيئه وما خلوني ادخل، هسه استاذ يحيى يقول احد الزملاء او احد معارفه يعني اقتصادي يعني ثقيل الوزن وكذا ورايحين. السؤال، الهيئه شو عندها بداخل المنطقه الخضراء؟ شو تسوي؟ هيئه تتعامل مع مستثمرين، تتعامل مع ناس لهم قيمه ومركز. عيد لي برا السؤال، عيد لي من البدايه، لان الصوت انا يمي مو تمام. يعني ان شاء الله هسه يتحسن الصوت، الشباب اكيد يعدلوا، بس راح اعيد لك السؤال. اقول حضرتك اعترضت انه دخلت حاولت تدخل للهيئه ما عجبك الوضع داخل الهيئه، يعني هيئه الاستثمار. سؤالي، الهيئه شو تسوي بداخل المنطقه الخضراء؟ الهيئه تستقبل ناس مستثمرين على مستوى عالي، اعتباري عالي، عراقيين، اجانب، عرب من شتى دول العالم، يعني يفترض اكو مكان لائق بهم بدون عراقيل امنيه، بدون اي يعني اي توقفات، اكو من يستقبله بكل رحابه صدر، يشوف اكو تسهيلات لانهم مواجهه. خلي نروح اليوم المطار، يوم مطار بغداد، بس العالم من تجي من هناك يستقبله ما يمر باي مكان، قصدي ليش هذا مكانها؟ يعني على اعتبار هيئه الاستثمار هيئه مهمه ويدخلوا لها على اساس انه مستثمرين اجانب او من خارج العراق، فبالتالي لا بد. بس اقول لك مستثمر عراقي ما دخله. جيد، اسعنا يا اخي، والله مو مشكلتنا هذه، مشكلتنا انه الهيئه هي تصير على المستثمر مع الدوله، وهذا خطا، هذا خطأ كبير. الهيئة الوطنية هي حلقة وصل ما بين المستثمر
وما بين الدولة يعني الوزارة المعنية اللي من عندها الأرض. فبالتالي هي لازم تكون مع المستثمر مو مع الوزارة سين أو مع الوزارة صاد. أعتقد هذا موضوع إشكال. أما موضوع قانوننا قانون الاستثمار والله أفضل قوانين العالم، ولكن الروتين القاتل المميت المبعد للاستثمار الطارد للاستثمار، يعني شنو روتين اللي هو موجود بالوزارات ساد فلاح، وبالتالي هو دار حال دون الاستثمار بالعراق. أرجوك نعم. خلينا نكون واضحين، روتين شنو؟ قولوا لنا هذا الخلل يمنع الاستثمار، ومن يمنع الاستثمار معناه يمنع تشغيل أخوانكم وآبائكم وأصدقائكم. يعني هسه احنا أصدقائنا وأخواننا وكذا معظمهم هسه الخريجين قاعدين بالشارع، المهندسين قاعدين بالشارع، العلوم السياسية قاعدين بالشارع. لو كان مع كل الاحترام والتقدير سابقا بالسنين السابقة تقول تعال اشتغل بالجيش أو بالشرطة، ما معقول. يعني شنو اللي قانون الاستثمار؟ وين الروتين اللي يمنع الاستثمار حتى الدولة تقف على قدميها؟ احنا نبقى طول عمرنا معتمدين على النفط، وش وقت نطلع من هذا الفخفخ النفط؟ اخي الكريم انا ما ادري انت اذا يعني تريد توجه لي السؤال او اذا عايش على بغير العراق. انا اتمنى كل احنا نعرف ونعلم ما هي الشسمة الروتين اللي اليوم موجود بالوزارات. أرد أسمعها منك والله العظيم، أرد أسمعها منك المستثمر. أنت التشريع أرد أسمعها منك، المشرع أنت أرد أسمع منك، وينك من أسمع منك الخلل؟ أقول الرجل المشرع اللي اسمه أستاذ فلاح مع أستاذ يحيى مع باقي زملائه وإخوانه عندهم نية للإصلاح. طبعا احنا شوف أكيد أكو نية للإصلاح، والنية شوف تبدأ منين؟ تبدأ من واحد من نفسه، وبعدين يلا يبدي ينطلق للدائر مدائره، وبعدين ينطلق للآخرين. فبالتالي أنا أشوف وضع الاستثمار بالعراق غير مشجع بسبب الروتين القاتل اللي موجود بالوزارات. وطبعا بالمناسبة أنا ما أسمع الكلام اللي يتحدثون به الأخوة لأنه صوت ما عندي، فأني أجاوبك على قدر السؤال مالتك، وإلا لو أسمع من عندهم كان يمكن اشتركت وياهم بعض المفردات أو بعض هذا. فبالتالي موضوع الاستثمار يحتاج من رئيس الوزراء ومن رئيس الحكومة التفاته. من يعطل الاستثمار خلي يتابعون هسه الفرص اللي ما ممنوحة. ليش ما ممنوحة؟ شنو السبب لحد الآن صار لها سنتين وثلاثة ما سلمت الأرض للمستثمر؟ ليش هاي الفرصة متأخرة؟ لو بالنافذة الواحدة، لو بالقانونية، لو بالكذا، لو بالكذا، وتشوف المستثمر سنتين ثلاث سنوات يدور في نفس الدائرة. وأنا أقول لك كل إحنا نتدخل، ولكن من نتدخل أنت من تتدخل راح تنساق لك كل الاتهامات. هذه المشكلة اللي اليوم إحنا نعيشها. أنا اليوم إذا أريد أتدخل مع مستثمر راح المستثمر الثاني راح يقول لك هذا كذا هذا تحرك لكذا، وانفتحت بعض القضايا علينا من ما وراها من جراء انه انا اتدخل. هاي المعامل ليش صار لها متوقف؟ صار لها سنتين او ثلاث سنوات او شهر او شهرين. يا اخي احنا نعيش في مشاكل، وانا اتمنى انت مو متابع معامله عدنا. انت هذا واجبك انت تحل ازمه المستثمر، ولا شلون تحل أزمة الاستثمار بالعراق إذا 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 أنت تقول النافذة الواحدة في 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 إجابتك وكأنه النافذة الواحدة صارت مشكلة، تقول متعطلة بالناء شلون غير نافذة واحدة متعطل بها معاملات، شلون حكي؟ شوف المستثمر يشيب رأسه يلا يرفعها من الهيئة اللي موجودة بالمحافظة أو الهيئة اللي موجودة بشو اسمه بمحافظة بغداد، وبعدين ترفع للهيئة والنوب تشوف عاد الطلائب هناك بالهيئة، شوف اللي يصير بيه وشوف حاله هناك شلون يصير. طيب. يلا بعدين ينملح الإجازة مال الاستثمار. طيب. أنا أشوف وأنا أكدت على هذا الموضوع في كثير من الاجتماعات مال اللجنة مالتنا، وإن شاء الله إحنا بعد الزيارة الأربعينية راح تكون استضافة لرئيسة الهيئة مال الاستثمار يعني الجديدة، وأنا أعتقد يعني راح يكون إن عمل
ما صار له هواي. خلي تحول حتى اختم البرنامج، عندي دقائق قليله حتى نلم الموضوع مثل ما يقول. نعم. احنا مو بس هسه حكينا على المشاكل، هسه خلينا نعطي حلول يعني. نعم. شو نقدم من حلول للدوله، للمستثمر. نعم. للناس، حتى مو كل احباط احباط، لازم. نعم. اكو حل. نعم. لازم اكو عقول تحل. الحلول تكمن كالاتي، لكل جهه قطاعيه لها حلولها. مثلا الزراعه، اتفقنا مع السيد معالي وزير الزراعه قبل 3 ايام، قبل 4 5 ايام اجانا للجنه وقلنا له كل الاراضي الزراعيه الموجوده في العراق هي مكبله بعقود زراعيه او مكبله ب يعني تعاقدات. احنا نريد اللي صاحب العقد الزراعي انه هو يقدم الاستثمار، راح ينفتح استثمار الزراعي بالعراق على مشراعيه. هسه الان مكبل، لانه اذا انت عندك جنابك ارض لازم تعلنها فرصة استثمارية، ويدخلون وياك 20-30 واحد، انت ما راح تعلنها فرصة استثمارية بعد. لذلك هذا تناقشنا ويا مع الوزير، ان شاء الله نصل لحلول. فيما يخص السكن، احنا بالنسبة ان السكن نحتاج 3 مليون وحدة سكنية. يجب انه يكون دائما السكن خارج المدينة. احنا هسه دائما يجيبون هنا، قلنا يا الاراضي المميزة داخل المدينة خلي تكون مقابل بدل. انا مو يصير هسه نطيب نص بغداد ارض كلش حلوة بلاش ويجي يبيعها المواطن بسعر عالي، لذلك تصير مقابل ثمن داخل بغداد او داخل المحافظات. خلي المستثمر ياخذ خارج المحافظه ابعد، وخلي ياخذ الارض بلاش ويبني مجمعات سكنيه. احنا كل الاراضي عندنا خارج المدن كبيره جدا، ممكن يسوي بها مدن عملاقه مثل ما هسه بمصر، مثل كل صحيح الدول. صحيح. فيما يخص القطاع الصناعي، القطاع الصناعي يجب ان يكون هنالك تنويع للقطاع الصناعي. هسه احنا عندنا بالعراق يصحون احنا مقلدين، اليوم جنابك انت تفتح صيدليه في شارع معين، ثاني يوم تشوف 100 صيدليه تنفتح يمك. بس شافوك اشتغلت ثاني يوم كلها تصير مثلك. لذلك حتى هسه الصناعات يقدم واحد على صناعه معينه تشوف كلها تيجي نفس الصناعه. يجب ان تكون عندنا خطه بحيث تنويع الصناعه، يعني ما يصير اعطي اجازه صناعيه لجنابك نفسه وللاخر في نفس المنطقه. تنويع الصناعه مهم جدا. يتبع الخطه اللي تشتغل عليها لازم الاستثمار او وسيله الاستثمار. التنميه الصناعيه احنا قلنا لهم لا تعطون اجازه صناعيه متشابهه في مكان واحد، خلوا تصير الاكتفاء الذاتي من هال يعني الصناعه انطوا الى صناعه اخرى، حتى اولا ما يصير عندنا زياده بالانتاج، وبعدين هم اذا صار زياده بالانتاج المصانع هذا جيد. نعم. خلينا نشوف المستثمر، وجهه نظر المستثمر. نعم. الحل وين؟ الحل هو تسهيل امر الاستثمار. سووا لكم قانون. نعم. حبر على ورق يا اخي. كل رؤساء الوزارة، رئيس الجمهورية، رئيس. نعم. البرلمان، كل الناس. نعم. تلتقي بيكم وتقول لكم قولوا احنا نحل امركم، معودين ترى الحل بيديكم استاذ كريم. يعني هاي البطاله انتم تستقطبوها، الموجودين وغير الموجودين كلهم يقولون احنا طارد للاستثمار. القطاع الخاص زين، وانت ايضا تعرف هذا الشيء، ورؤساء الوزراء ايضا اول ما يجي يقول القطاع الخاص لازم ندعمه لان ما مدعوم. يعني هاي كلهم ذول اللي يحجون يعوفنا، احنا خاف يقول لك احنا شهادتنا مجروحه. انت شلون تجي تعمل مشاريع؟ انا احنا عندنا مشاريع الان على الارض بما فيهم المتحدث، عندنا اكثر من مشروع الان تشتغل على الارض في ظل هاي الظروف الصعبه. وعندنا مشاريع سكنيه وصناعيه وزراعيه، كل اخواننا وزملائنا باتحاد الصناعات واتحاد جمعيات الفلاحيه والمجلس الاقتصادي وغيرها موجود عندنا مشاريع. لكن قول لي هذا الموضوع وهاي المشاريع بمستوى التمني، اقول لك لا. ليش؟ لان انت كل ما تسهل الوضع كل ما تجيك كثافه من المشاريع. يعني انا اي شخص يجي اليوم عنده مشروع اكس يحتاج 100 موظف او 100 عامل او 100 مهندس، 100 100 جابهم لهذا المشروع، لو ما هذا المشروع يشغلهم يدفع رواتب بلاش؟ لا اكيد، لان اكو مشروع صار من صاروا 2 راح يصيروا 200 من صار مين راد له. يعني ما راح نخترع العجله من جديد. كل ما تسهل امر المستثمر، وارجو انه الكل يبعد الاستثمار وحتى الجانب الاقتصادي عن المماحكات والاختلافات اللي تصير بها السياسيه، واحنا دا نوقع بها. مدخله يعني مو احنا مدخله الاحزاب، مدخله الاحزاب بالاستثمار فقطعا. يعني من تدخل قريه تفسدها خلاص. استاذ كريم احنا تعرفوا شو وقت ننهض بالبلد؟ أي. ننهض. وهاي رساله لكل اخواني يسمعوني زملائي، بالذات اخواننا القيادات الاقتصاديه وحتى السياسيه، متى ما نشعر انه الازمات اللي تمر على البلد ومنها هاي الازمه، استاذ كريم انا اكون واضح وياك ويا المواطنين وما راح اقول ايضا شيء جديد، هذه الازمه ازمه خطره جدا جدا خطره. انا امثلها شاحنه وبمنحدر وماكو بريك والله اللي يستر،
لذلك الأزمة لا نعتبرها أزمة حكومة، هاي أزمة، أزمة كل العراقيين، هاي أزمة وطن. أحسن الناس لازم عفوا المشرع والجانب التنفيذي والقطاع الخاص، حتى إذا عندنا اختلافات نجنبها الجانب الاقتصادي، هذا حياة أولادنا وأبنائنا وإخواننا. ولا العراق ما عنده رواتب يدفع الموظفين؟ وأيضا رسالة لأخواني بمجلس النواب، اقتصاديا وعلميا ما يصير يقرض الدولة وينطي رواتب، ولكن شنو ذنب الموظف؟ بعد أنت تحاسب اليوم الحكومة صار لها 6 أشهر، أنا ما دافع عن أحد، أنا دافع عن بلدي. طيب الموظف اللي ينتظر الشهر يوم يوم حتى يأخذ راتب يقول له أزمة ما أنطيك؟ وبعدين خلنا نقول عالج كلنا أزمة الجانب المالي والجانب الاقتصادي التنفيذي مع الجانب التشريعي، وكلهم عندنا ناس خبراء وطنيين نزيهين يقعدون مع أكاديميين ونجد حلول، وأكو حلول، نجد حلول حتى نطلع من هذه الأزمة. والله قعدوا وحلوها يا سيد إبراهيم المسعود البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي، وأشكرك جزيل الشكر التقدير، وشكر الجزيل أيضا لعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سيد يحيى العيثاوي، ممتن منك كثيرا، وأيضا لعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سيد فلاح الخفاجي الذي انضم إلينا من بابل، ممتن منكم وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.